يقولون هلنا الأول نحن ما لحقنا على طريقته، ولكن على شرحه أن الحاذ كانوا يستخدمونه كصابون، يغسلوا به رؤوسهم، يسوون غسلون ثيابهم. هذا النوع من الأشجار نقدر نقول أن فيه رغوة أو صابون طبيعي. وهذا الحين نحاول قد ما نقدر أن نحن نهرسه، لأن هو طريقته مو بكذي، لكن نبقى نرويكم أن هلنا كانوا يستخدمون هذا في حاجة معينة، وبنحاول نحن أن نطبقها وتشوفونها بعينكم، أن هاي الشيرة تسوي رغوة وتسوي صابون بالطريقة اللي هلنا كانوا يسوونها قبل. على شوفة عينكم هذا الصابون اللي كانوا يستخدمونه هلنا من قبل، ويغسلوه بهروسهم من شيرة الحاذ. ولا له ريحة، يعني صابون طبيعي.